أحد الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى إلى بني إسرائيل، وكانت بعثته بعد نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بزمن يسير، وقيل إنه بعد يوشع بن نون وحزقيل بن بوذي الملقب بابن العجوز، ألا وهو نبي الله إلياس عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام قيل إن إلياس عليه السلام كان على شكل موسى عليه السلام وكان قويا مثل ما كان موسى أيضا فهو يرجع نسبه إلى هارون بن عمران أخي موسى عليه الصلاة والسلام وقيل إنه كان محبوبا لدى بني إسرائيل وورد بأن نبي الله إلياس عليه السلام قد رفعه الله تعالى وقد جاء من بعده النبي إلياس عليه السلام نبي الله إلياس عليه الصلاة والسلام هو إلياس بن ياسين من ولد هارون أخ النبي موسى عليهما الصلاة والسلام ويعرف إلياس عند اليهود في كتبهم باسم إيليا في حين ينطق العرب اسمه بالفاظ عده منها الياسين او ياسين والياسين كما جاء في قول الله تعالى في سوره الصافات سلام على الياسين وقيل في نسبه ايضا انه الياس النشبي وقيل الياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون وقيل الياس بن العازر بن العيزار بن هارون بن عمران وكان نبي الله إلياس عليه السلام كباقي الأنبياء الذين كانوا يحترفون مهنة ويعملون بها، ومما روي في مهنة إلياس وعمله عليه السلام أنه كان نساجا، وقد أرسل إلياس عليه السلام إلى أهل بعلبك غربي دمشق فدعاهم الى عبادة الله وحده لا شريك له، وان يتركوا عبادة صنم كانوا يسمونه بعل فآذوا نبي الله الياس، وقال ابن عباس رضي الله عنهما هو عم اليسع، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن الياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين الله ربكم ورب ابائكم الاولين فكذبوه فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الاخرين سلام على الياسين انا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين فعندما ارسل الله جل وعلا الياس عليه السلام الى بني اسرائيل كانوا في فساد عظيم وكانوا لا يعبدون الله تعالى بل يعبدون الاصنام والاوثان وتعلقت قلوبهم بالماديات وتركوا الروحانيات فدعاهم الياس عليه السلام الى عباده الله وحده لا شريك له فارادوا منه شيئا ماديا محسوسا ليصدقوه ويؤمنوا به وهي المعجزات الخارقه للعاده فايده الله تعالى بمعجزات كثيره وبعد ان اظهر ما لديه من معجزات وايات باهرات قابله قومه بالرفض فصاح فيهم ذات مره صيحه شديده جدا كرهوه لاجلها وحقدوا عليه وهموا بالتخطيط لقتله وفر منهم النبي الياس عليه السلام وقاموا باللحاق به ومما جاء في الروايات انه قد انشق له جبل بقي به حتى بلغ الاربعين من عمره وبعثه الله تعالى حينها لدعوه الملوك الجبابره وقيل ان دعوه الياس عليه السلام قد امتد اثرها الى سبعين مدينه وقد اجر الله سبحانه وتعالى على يد الياس معجزات كثيره منها احياء عدد من الموتى وامره للنار بألا تحرق امرأة الملك التي رماها الملك في النار بسبب إيمانها بدعوة الياس عليه السلام، ومن معجزاته حبس المطر عن قومه مدة لما اصروا على كفرهم وعنادهم، ومن معجزاته ايضا انزال المطر بعد ان آمنوا ووحدوا الله تعالى. ومن الروايات المذكورة في قصة نبي الله الياس عليه السلام، ما قاله ابن الاثير رحمه الله في كتابه الكامل في التاريخ انه لما توفي حزقيل عليه السلام كثرت الاحداث في بني اسرائيل وتركوا عهد الله وعبدوا الاوثان فبعث الله عز وجل اليهم الياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران نبيا وكان الانبياء في بني اسرائيل بعد موسى بن عمران يبعثون بتجديد ما نسوا من التوراه وكان إلياس مع ملك من ملوكهم يقال له أخاب وكان يسمع منه ويصدقه مع ملك من ملوكهم يقال له أخاب وكان يسمع منه ويصدقه وكان إلياس يقيم له امره وكان بنو إسرائيل قد اتخذوا صنما يعبدونه يقال له بعل فجعل إلياس يدعوهم إلى الله تعالى وحده ثم هم لا يسمعون إلا من ذلك الملك وكان ملوك بني اسرائيل متفرقين كل ملك قد تغلب على ناحيه ياكلها ويحكمها فقال ذلك الملك الذي كان الياس معه والله ما ارى الذي تدعو اليه الا باطلا لاني ارى فلانا وفلانا يعد ملوك بني اسرائيل اراهم قد عبدوا الاوثان فلم يضرهم ذلك شيئا واراهم ياكلون ويشربون ويتمتعون وما ينقص ذلك من دنياهم وما نرى لنا عليهم من فضل ففارقه الياس وهو يسترجع يقول انا لله وانا اليه راجعون فانتكس هذا الملك وعبد الاوثان ايضا وكان للملك جار صالح مؤمن يكتم ايمانه وكان له بستان الى جانب دار الملك والملك يحسن جواره وللملك زوجه عظيمه الشر والكفر فقالت لزوجها لياخذ بستان الرجل فلم يفعل فكانت هذه المراه تخلف زوجها اذا سار عن بلده وتظهر للناس فغاب هذا الملك مره فوضعت امراته على صاحب البستان من شهد عليه انه سب الملك فقتلته واخذت بستانه فلما عاد الملك غضب من ذلك واستعظمه وانكره فقالت فات امره فأوحى الله عز وجل إلى إلياس عليه السلام يأمره أن يقول للملك وامرأته أن يرد البستان على ورثة صاحبه فإن لم يفعل غضب عليهما وأهلكهما في البستان ولم يتمتع به إلا قليلا فأخبرهما إلياس بذلك فلم يرجع إلى الحق فلما رأى إلياس أن بني إسرائيل قد أبوا إلا الكفر والظلم دعا عليهم فأمسك الله عز وجل عنهم المطر ثلاث سنين فهلكت الماشية والطيور والهوام والشجر وجهد الناس جهدا شديدا واستخفى إلياس خوفا من بني إسرائيل فكان يأتيه رزقه ثم إنه أوى ليلة إلى امرأة من بني إسرائيل لها ابن يقال له إليسع ابن أخطوب وكان به ضر شديد فدعا الياس له فعوفي من الضر الذي كان به واتبع اليسع الياس وكان معه وصاحبه وصدقه وكان الياس عليه السلام قد كبر فاوحى الله عز وجل اليه انك قد اهلكت كثيرا من الخلق من البهائم والدواب والطير وغيرها ولم يعص سوى بني اسرائيل فقال الياس اي رب دعني اكن انا الذي ادعو لهم وابتهج بالفرج لعلهم يرجعون فجاء الياس اليهم وقال لهم انكم قد هلكتم وهلكت الدواب بخطاياكم فان احببتم ان تعلموا ان الله عز وجل ساخط عليكم بفعلكم وان الذي ادعوكم اليه هو الحق فاخرجوا باصنامكم وادعوها فان استجابت لكم فذلك الحق كما تقولون وان هي لم تفعل علمتم انكم على باطل فنزعتم ودعوت الله عز وجل ففرج عنكم قالوا انصفت فخرجوا باصنامهم فدعوها فلم يستجب لهم ولم يفرج عنهم فقالوا لالياس انا قد هلكنا فدعا لهم بالفرج وان يسقوا فخرجت سحابه مثل الترس وعظمت وهم ينظرون ثم ارسل الله عز وجل منها المطر فحيت بلادهم وفرج الله عنهم ما كانوا فيه من البلاء فلم ينزعوا ولم يراجعوا الحق فلما راى الياس سال الله عز وجل ان يقبضه فيريحه منهم وسلط الله عز وجل على الملك وقومه عدوا فظفر بهم وقتل الملك وزوجته بذلك البستان والقاهما فيه حتى بليت لحومهما. وعن وهب بن منبه وغيره انه لما الياس دعا ربه عز وجل ان يقبضه اليه لما كذبوه واذوه جاءته دابه لون النار فركبها الياس وجعل الله عز وجل له ريشا والبسه النور وقطع عنه لذه المطعم والمشرب وصار ملكا بشريا سماويا ارضيا ثم اوصى من بعده الى النبي اليسع عليه السلام لكن مشاهدين في هذا نظر وهو من الاسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب بل الظاهر ان صحتها بعيده والله اعلم وقيل ان الياس عليه السلام اقام هاربا من قومه في كهف جبل عشرين ليله او اربعين ليله تاتيه الغربان برزقه ويعتقد أن الكهف الذي اختبأ فيه النبي إلياس يقع الآن في داخل جبل يسمى جبل إيليا أي إلياس في محافظة عجلون بالأردن وهو مكان مقدس لليهود والنصارى، وعن كعب الأحبار أنه قال: إن إلياس اختفى من ملك قومه في غار لعشر سنين حتى أهلك الله عز وجل الملك وولى غيره فذهب اليه الياس فعرض عليه الاسلام فاسلم، واسلم من قومه خلق عظيم غير عشره الاف منهم فامر بهم فقتلوا عن اخرهم. فلما توفي الياس عليه السلام اوحى الله تعالى الى احد الانبياء واسمه اليسع عليه السلام ليقوم في بني اسرائيل فيدعوهم الى عبادة الله الواحد القهار وارجح الاراء ان الياس هو النبي المسمى ايليا في التوراه ويذكر انه اقام من الموت انسانا كمعجزه بقدرة الله تبارك وتعالى واذنه. هذا والله تبارك وتعالى اعلى واعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.